انا عندي سؤال بقى، يعني بما انك غنيتي فيروز، فيروز يعني ليها طبعا زي ما اقول، زي ما بنقول كده بالمصري، بنقول ليها طعم كده، ليها جمهور كده بيحبها، طريقة معينة بتغني بيها، طريقة في الموسيقى. ازاي بتقدري ان انت تنوعي؟ يعني انت بتغني فيروز، احنا سمعنا فيروز دلوقتي حلو جدا، وسمعنا الاغنيه، جزء من الاغنيه بتاعتك باللهجه المصريه حلو جدا، وبتقولي انك بتغني بالفرنش وبالانجلش ويونيفرسال. ازاي بتقدري تنوعي؟ أنا حدا يعني كبر بيسمع موسيقى كتير، يمكن البيس تبعي أو القاعدة كانت أكتر بالموسيقى الأجنبية أو بالإنجليش، ولكن كمان كنت أسمع أم كلثوم وأسمع عبد الحليم وأسمع فيروز، فهذا التنوع كبرت وأنا عم بسمعه. فحتى لما بغني عربي بحس انه منه، مع انه ممكن اغني شرقي، بحس انه فيه هيك شويه تاتش من الموسيقى الغربيه. فما بعرف، هو يمكن الاساس انه الواحد يكون عنده هاي القابليه انه يسمع موسيقى متنوعه. وانا كمان كنت هوست على الراديو، كان عندي برنامج كنت عم بلعب موسيقى الروك الاجنبي، فانا شخص شوي مجنون وعنده تنوع كثير بالموسيقى، فما طب بعرف انا يمكن محظوظه، يمكن نقمه كمان، لانه كمان صعب كنت كثير الاقي هويه. جدا مهم انه يكون الفنان عنده هويه، فكان هذا شيء صعب شوي لالي بالبدايه. طب انا انت من الناس القليله اللي شافت فتره الكورونا بطريقه ايجابيه جدا، فاحكي لنا ليه؟ لانه انا برج الجوزاء، انا ما بعرف اهدى وما بعرف انه هيك اكون بمحلي، فصار عندي ملل فظيع، يعني ما كان في حفلات، فنانين ما عم بينزلوا اعمال، فحسيت انه لا، لازم نشتغل على شيء، ولو حتى اونلاين. ولا واليوم صار يعني حتى بالموسيقى الفنان صار الموضوع جدا سهل، صار الواحد يكون عنده استوديو بالبيت بيقدر يسجل ويبعت ودموهات. فاستغليت هالفرصه بوقت انه ما كان حدا عم بينزل شيء، وحاولت انه تنزل اغاني واكون اكتف، وكنت كثير عم بنزل كفرات كمان بنفس الوقت، عم بعمل كولابوريشنز مع موسيقيين برا البحرين، نبعت قصص اونلاين وننزل كفرات، فالحمد لله حاولت قد ما فيني الصراحه. طب انت كنت بتقولي انك يعني كنت بتغني حاجات او بتسمعي حاجات للموسيقى الغربية، الروك، يعني ايه الحاجات اللي انت اكتر حاجات بتحبيها وبتقدري تغنيها وعملت لها كفرز يعني؟ عندي كفرات مجنونه على الانستغرام. انا بداياتي كنت عن جد كان عندي يعني بالبدايات لما ابتديت، قبل ما نزلت اول اغنيه لي بال 2018، كان عندي هوايه انه اترجم العربي للانجليزي والانجليزي للعربي، ونزلت كذا كفر على اليوتيوب، كذا اغنيه.